قلت أمس أيها الأبناء باختصار، أنت إذا رأيت أمك ترى ليست أمك كائن حي فقط يمشي على الأرض، أمك هي الجنة، ثم الجنة. أمك أوسط أبواب الجنة مع أبيك، الوالد أوسط أبواب الجنة. إذا تكلمنا عن الجنة، أنت إذا جعلت أمك تطلب منك أن تفعل فلست برا. إلين تبدأ تفعل الفعل قبل طلبه. البنت اللي عليها غسيل المواعين والثاني عليها الطبخ، أنت إذا احتاجت أمك أنها تقعد تحت في الدور الأول وتنبح صوتها يا فلانة يا بنت يا بنت، تناديهم وهم يتسحبون تحت البطانيات قايمين تعبانين سهرانين الأمس، أو بعضها شغالة على الجوال، ولا بعضها تكلم زميلتها. طيب يوم يوه هذه كبيرة من كبائر الذنوب، لا حول ولا قوة إلا بالله. إذا قلت يوه أو أوف أو خلاص، طيب سمعت، شفت الصوت هذا اللي أنا أقوله؟ كبيرة من أعظم كبائر الذنوب، كبيرة كبيرة، يعني تخرج الإنسان من كمال الإيمان إلى الفسق. وقال أهل العلم ارتفاع الصوت على الأم أو الأب كبيرة تخرج الإنسان من الإيمان إلى من صوتي الآن وأنا ارتفع، لو أقوله قدام أمي كذا صوتي هذا، لو أقوله عند أمي أنا مرتكب كبيرة من كبائر الذنوب. لذلك احذروا أيها الأبناء، احذروا. كان الحسن البصري إذا كان عند أمه لا يطلع منه صوت إلا صوت ضعيف، فلما سئل عن ذلك قال أنا بين يدي من رضى الله في رضاها. أبنائي إذا غضبت أمك ترى ما يبلز على أمك هذه اللي في البيت أو يزعل أبوك، لا، اللي غضب هو الله. الله أستاذ. إذا غضبت أمك غضب الله، وإذا غضب الله سلب السعادة من قلبك. وأتحداك تفرح في العيد، وأتحداك ولو لبست أجمل ثوب، ولو شريت سيارة جديدة، ولو أثثوا لك غرفتك، ولو أعطوك طقم، ولو شروا لك اللي تريدين، أنت في شقاء حتى ترضى. ولذلك ترى بعض قلوب الأمهات غير راضية، تعطي وتروح للسوق وتعطي هذا وتسكت هذا، وكل ما أرضت فلانة زعلت فلانة، وإذا أرضت فلانة زعل فلان. ويا أخي بعض الأمهات عذبوهم هالبنات وهالأبناء، والبنت هذه بعدين بتصير أم. سيعذبك أبناؤك عذابا كما عذبت أمك. فارسموا ارسموا خارطة البر بأيديكم الآن. إذا قالت أمك انزلي أنت منتي برة، لأنك يجب تنزلين بدون يا أخي المطبخ كل يوم، يعني في يوم من الأيام لن يطبخ. وبالعكس قولي لأمك أنا ما علي اليوم أمي طبخ، بس تبغيني أطبخ؟ الله، مبادرة، أنا مبادرة، تبيني أكوي يا أمي، أروح معك للسوق، أجلس معك هنا، وش تبين يا أمي؟ من يقعد عند إخوانك؟ أنا قاعد عند إخواني، ألف السمبوسة أنا اللي بلف معكم، أنا بحطيك أعرضي. ولذلك شفت البنت هذه، ترى أحيانا في بعض البيوت بنت تلقاها صالحة مضحية، والبقية دلوعات موليات ضائعات، الله يصلحهم ويهدي قلوبهم وأبناء المسلمين. هؤلاء ترى هذا لمستقبلهم ضايع. تقول واحدة لا والله مستقبلهم ما شاء الله، مو بصحيح. أنا أتكلم عن المستقبل في السعادة، ما أتكلم تقول زوجت واحد غني وسكنها مدري وين فيه وسافروا لأوروبا وطلعوا لشرق آسيا، كل هذا شقاء والله من دمعة تجري في جوف الليل، لأنها لم تكن بارة. لذلك أيها الأبناء، بعض الأبناء يدق عليه أمه، تتصل عليه عند الزملاء يحط الجوال، أمك يا مسلم اتق لأمك، قل لبيه وفز يا أخي، وقف لبيك آمري واتركهم، وش ينفعونك الشباب ذولي؟ وبعضهم يستحي يقول أمي، يستحي. الله من واحد يتمنى أم وأمه في مقبرة النسيم؟ أي والله. الله من واحد يتمنى أم وأمه الآن تغسل كلى، رايح ياخذها وده أنه موديها للمستشفى للمسجد ما وداها الله من واحد يتمنى أم وأمه في غيبوبة، غيبوبة من سنوات يزورها ويرجع ما يدري، ما تدري أنه موجود. احمدوا الله أن الله مد في آجال أمهاتكم. وأنا متأكد أن الحديث عن الأم يدمع عيون من فقد أمه. وأسألكم بالله يلي فقدتم أمهاتكم، الله يجعل قبورهم جنة، اللهم اجعل قبورهم جنة. وش تدفع من الحياة وترجع أمك يوم بس عشان تعيد معك؟ الله أكبر. كم تدفع وترجع أمك من قبرها وتنثر التراب عنها وتقول تحنى، ها تحط الحنة وتلبس الثوب الزين، ها وتجلس في وسطكم في يوم العيد الجاي، كم تدفع؟ تدفع عمرك كله ولو تشوفها يوم، تدفع حلالك كله، دنياك كله. الله يجعلهم في جنات النعيم. أنا أقول يا من لم يفقد أمه، لما فقد أمه يتمسك في أقدامها ويتمسك في دياتها
ويشم جلالها ويشم رويزها ويحبه ويجلس عندها وينثر الأيام قدامها والمال يقول لبيه فديتك خذ اللي تبين. الله يحفظهم، الله يحفظهم يطول أعمارهم على